هو ده الحصان نجم تعبان ومش قادر يحط رجليه على الأرض، محدش عارف يشخصه، وفي نفس الوقت أنا في زيارة للسعودية ومش معايا أي أدوات حاليا. بعد ما فحصت الحالة قلت لهم من فضلكم هاتولي أي معدات أي أدوات، قالوا لي عندنا مفكات وشواكيش وحاجات زي كده عدة صيانة، قلت لهم هاتوها. العرق في الخيل 5 درجات، 1 يعني خفيف جدا و5 يعني تقيل جدا، واحنا قدام درجة عرق 4. العرقه دي درجه العرق دي تسمعك الا في شرخ او قطع وتر، الحمد لله الوتر سليم مش مشكله تمام، او خراج في الحافر. لا الوجع ده ما يوصلش كده غير في 3 دول بس، شرخ شرخ في العظم، عظمه اتشرخت. اللي مريحني ان الحصان مش بينط يعني في المشي، الحصان هو ماشي بيزق عليه حاجه بسيطه. ايوه فدي معناها ان هي غالبا مش كسر، ولكن هي يا اما شرخ يا اما خراج في الحافر. كان عندي 3 احتمالات استبعدت منهم 1 وباقي عندنا 2. هنشوف دلوقتي هل في خراج في الحافر ولا هو شرخ في العظم. وكان لازم اول حاجه انضف الحافر، خدت مفك بدل المنكاش لان ما كانش موجود، وقعدت انضف فيه زي ما انتم شايفين عشان اكشفه كله. وبعد كده بدل ما جس الحافر ما كانش معايا الحقيقه، بدات اضغط بالمفك بالشكل اللي انتم شايفينه ده على كل حته في الحافر اشوف في الم هينتج عنه ولا لا، وبعد كده بالشاكوش واتأكدت ان الحافر سليم 100%. عشان أأكد كلامي قست الديجيتال بالس والحمد لله ما كانش موجود، ده معناه ان مفيش ألم في الحافر. عشان نشخص عرق لازم نخدر الأعصاب من تحت لفوق ولازم كمان أشعة، موضوع معقد وطويل ولكن اعتمدت فقط على الخبرة. وقلت لهم يعملوا أشعة رجل الحصان، وبالفعل جه فريق متخصص وعمل الأشعة وطلع شرخ زي ما قلت لهم. احنا قلنا للدكتورة ان الدكتور حاتم شخص الموضوع بدون إكس راي. طب احنا فين وايه اللي بيحصل ده كله؟ شوكه من النخله دخلت في الوتر. ما شاء الله دكتور، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. على وش ولاده. كنت في العلا انا وصديقي رضا بنحضر كأس الفرسان، مهرجان الفروسية العالمي، وقابلت نادر هناك. قال لي عندي حالات في الاسطبل وعايزك تيجي تزورني، قلت له هجيلك بالليل، وبالفعل رحت له. هاي زبدة الغنم يا حبيبي، انتاج مزرعتنا. زبدة غنم بالتمر. الوالدة تسويها مش يعني من برا. زبدة غنم، ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. بعد القهوة قابلت الفارس الصغير ريان، قال لي أنا حافظ فيديوهاتك. زي إيه بقى احكي لي؟ منك سافرت على الدنيا. وقت اللي ودوني منك على الكبار. ونادر هو خاله. ريان يقول لي أنا يا خالي ماني مصدق، دكتور حاتم جاي؟ قلت له أيوه. قال لي أنا عندي مقاطع أنا مسيفها للدكتور حاتم بتفرج عليها يعني. ريان يحب الخيل من يوم انه صغير، الحين هو عنده ما شاء الله الحصان حقه وخياله وكل شيء، فبيتابعك على طول، بياخذ منك، بيسمع منك، بيسيف مقاطعك اللي يهمه. اوكي هذا دكتور حاتم قال كذا، يجي يطبق على الخيل عندنا. استفدت يا ريان؟ اي والله. وبعد كده رحت معاهم عشان نشوف الخيل، وشفنا طبعا الحصان نجم، ولكن في الاول قابلت ريان، مسميينه ريان على اسم صاحبه الفارس الصغير الجميل ريان، وهو ده ريان. هلا هلا وغلا. ايوه اول ما شافنا ندى كانه مبسوط ان احنا جينا، وبعد كده كشفنا على نجم ورجعنا عشان نكمل كشف على باقي الخيل. بقول لك الدكتور ودنا انه يكون موجود عندنا هنا اطول فتره ممكن، انها فرصه يعني ما شاء الله تبارك الله. نبغى جاء الدكتور نزل بوست، بس هو ما هو واضح انه جاي العلا. بنص البوست قال كذا محتمال اني حجي، احتمال اجي العلا. احنا كلنا فرحانين وكلنا نتكلم مع المنظمين، اذا شفتوا الدكتور بالله يقولوا لنا عشان نجي نحضر، ونبغى نشوف الدكتور ونبغى نتكلم معه. واليوم شوف سبحان الله الدكتور موجود عندنا ومبسوطين والله. ودنا انه يعني ياخذ فتره اطول، والله ودنا انه بفتره اطول يكون. ورحنا نشوف حاله خاصه جدا. الدكتور دخل دخلت شوكة، دخلت شوكة من النخلة دخلت في الوتر. تعال بس افتح كده وريني صندوق المحمورة اللي فيه. ها ما شاء الله دكتور، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا دكتور. الحصان بيمشي عادي وما فيهوش عرق، فاتخضوا ان انا عرفت ان هو كان محمور ازاي. بص انا عرفت ازاي، في حاجه اسمها اللامينيتك رينجز. ايه الدوائر دي؟ اللامينيتك رينجز او حلقات الحمرة بتكون موجوده حوالين الحافر. دخلت هنا تقريبا 4-5 شوكات، طلعتها كلها، سوينا لها سونار، فباقي شوكه في نفس الوتر. بعد الفحص لقيت اللي باقي كلام فارغ والجسم هيطرده، ومفيش اي مشكله ان الحصان يشتغل، خصوصا ان هو مش بيعرج ولا بيشتكي منها. وطلع الحصان ده بعدها بيشتكي من ظهره، وبدات اعمل له الفحص. في خيل بتشتكي من ظهرها اثناء الثبات، وفي خيل بتشتكي من ظهرها اثناء الحركه.
بيبقى ظهره خشن ستيف، والحصان ده من النوع التاني ما عندوش مرونة في ظهره. والحالات اللي زي كده عندنا حلين، يا إما نحقنها حقن موضعية جنب الفقرات، يا إما نعمل تمارين معينة. وبعد كده رحت أشوف فرس على وش ولاده. الفرس عشر في 11 شهر صح؟ خلاص دخل على 11 وعلى وش ولاده. عندها مشكلة إن الدرع بتاعها محجر، عشان كده قلت له حط كمادات ميه سخنه بكثافه الفتره دي، هتساعدها جدا خصوصا ان دي مش اول ولاده ليها. خلصنا كشف على الخيل وطلع لنا المدرب الهندي، قال لي انا بعرف اعمل حركات. قلت له اوعى تكون بتضرب الخيل. طبعا هو مش بيضربهم ولا حاجه، حنين عليهم جدا، فقط بيهوش بالعصيان اللي معاه، بيستخدمهم كجزء من التدريب. وهنا بيوقف الحصان على رجليه، وطبعا انا مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، ولكن حاولت افهم وقعدت اتكلم معاه. الحصان بيقف نص وقفة، وهنا الحقيقة اديته 5/10، لكن اما جاي نايم الحصان خد الحقيقة 10/10. ولما سقفنا له اتبسط، مدرب الحصان على الوضع ده كويس جدا، والحصان نايم ومأنتخ. ولكن لما حب يقعده القعدة بتاعت الأسد ما قدرش، الحصان قام على طول. قلت له انت محتاج كورس في نزلة السمان. كيف العلا؟ شوف هذه الحمد لله. بقالك قد ايه في العلا؟ كويس 100 يوم. بقالك قد ايه في العلا؟ 20 يوم. بس انت السعودية من زمان صح؟ ايوه انا اول موجود طابوق. طابوق كم سنة بقى في السعودية؟ 3.5 سنة موجود انا اول، بعدين روح سفر بعدين ارجع. في الهند تحب الحصان المرواري؟ ايوه مرواري. طبعا ده الحصان التاريخ بتاعهم، ودانه الاثنين بيلف فوق راسه زي التاج زي ما انتم شايفين في الصورة. خصوصا بالسعودية محبينك بالوطن العربي والله العظيم. احنا ندخل على التيك توك، ندخل على التيك توك، انا مستحيل ما يمر علي مقطع ولا مقطعين لك ما شاء الله، ولازم اني اتابعها كلها يعني نستفيد منها. انت عارف ما نقدر لازم نشوف كذا وش، واذا بغينا ناكد المعلومه يعني اذا احد اعطاني معلومه نروح نخش على التيك توك ندور انت قلت الكلام هذا ولا ما صرت مرجع لنا يا دكتور. والله صرت مرجع لنا بالخير للامانه يعني من ذيلك لانه انت معطينا معلومات وانت في ناس يبيعها بفلوس. انت ما شاء الله عليك ما قصرت، الله يجزاك خير كرم ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. اجمل ناس بجد صراحه. عشان دكتور هذه هديه من اصغر خيال بالعلا، نحلم ونحقق هذا شعارنا احنا ان شاء الله بالنادي وريال الناس. نحلم ونحقق عظيم. خلينا نشوفك تكفى مره ثانيه. تكفى يا دكتور. اي نزله للعلا اخوانا.